وآخر مسجد عيسى التاريخي المعروف سابقا باسم مسجد سلمى، وهو معلم تاريخي في جلاجل. يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد وتراثه العريق الذي يعكس تاريخ المنطقة وثقافتها. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نجاح العقيل. مسجد عيسى التاريخي أو مسجد سلمى كما يعرف سابقاً أنشئ في عام 1150 للهجرة في جلاجل التابع لمحافظة المجمعة في المملكة العربية السعودية. مسجد عيسى هذا من أقدم المساجد في المنطقة، يمتاز بالبناء النجدي القديم، بني حوالي عام 1150 ولا زال محافظ على هيئته القديمة. تولى إمامته الشيخ عبد الرحمن عيسى بن عبد الرحمن بن عبيد، واستمر في نظارته حوالي أكثر من 35 عام، وعيد بنائه عام 34 وعلى نفس هيئته القديمة ونفس شكل نفس الطراز الأولي. في الفترة الأخيرة هيئة التراث مشكورين سجلوا في المباني التاريخية المحافظ عليها، وأصبح مزار خصوصا بعد ما فتح قصر الربيعة، أصبح يعني يرد ناس كثير ويزورون هذا المسجد، وصار يعني من مستهدفات الزيارة في مدينة جلاجل، اللي احنا يعني استطعنا احنا نحافظ على هويته ونحافظ على شكله التاريخي، وهذا هو الشيء اللي يعني نجحنا فيه. لو تناظرين المنطقة تقريبا ما فيها مسجد يعني محافظ على هويته، صار في ترميمات لكن غير هويتها، احنا الحمد لله نفس الشكل نفس الهيئة نفس وهذا الشيء اللي يعني نفخر فيه الحمد لله. طبعا في السابق ما كان فيه شبكة عمومية للمياه ولا في شيء، كانوا معتمدين على الآبار اللي موجودة في كل مكان يعني، فكانوا يسحبون الماء من البير يضعونه في هذا اللي يسمى الدلو ويتوضون منه. ايضا في مكان للاستحمام هذا كبير برضو يعني يعني الاستحمام الكامل، هذا للوضوء فقط. ويعتبر من المساجد التاريخية القديمة المحتفظة بطرازها القديم، كما أصبح في وقتنا الحالي مزار تاريخي لأهالي المنطقة. لبرنامج ديرتنا نجاح العقيل.